romance avec des personnages ayant existé serait malvenue. Et... Comme les poulains, c'est pas une autobiographie, hein? C'est pas... ست سنين دخلت المدرسة قالوا مليحة الثقافة تاوني للحفافة شراولي المحفظة طاوني عشر سنين قراية تبياش في الثانوية قالوا لي دخلي للدار هيا وما داروا فيا والديا قالوا خذ نظام جديد خرجة من عيد العيد خويا رب اللحية وبويا دورها عباية قلت يا لما يا العزيزة وإيش هذا البال قالت لي صبري يا طفلة وعندي ما فوت مع بابك Whatever you want, whatever you say It's not right Whatever you do, whatever you kiss Do it in the dark No way, no way to turn on the light You got the right to say yes and You got the right to say yes طرت عام في الدار ديا وسلكني ضاي ذا الخوف في كعطينا رجعنا نخاف ومجوارينا جاني خويا بالجمعة قال لي رواحي يا طفلة قلبي طير علي حسيت بلي اليوم ما هي فارية قال لي سيمانة جاية زوجي أنا وليا نصف الدين راهو عليك أنا خايف إن الشيطان يغربي يا خويا ابدا بروحك انت يا قال لي هذا الاخ ابني حليك يقدر يكسيك ويربيك ما شفت الوالي قال لي بابا وخويا وما تحضريش معاهم انتيا قال لك زعمك في الدين انتيا هي المرا الأذية قلت له واش من دين تخدم عليه انا عمري ما سمعت بيه قال لي ذوك نعلمك دينك وكيفاش تطيع سيدك